الشؤون البلدية الخاصة بها، وله أن يضم إليها عضوا أو اثنين من ذوي الرأي والخبرة من أبناء المحافظة، ويبين المجلس اختصاصات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية. كذلك في مثل هذا اليوم من عام 1988 قامت مجموعة من الإرهابيين باختطاف الطائرة الكويتية الجابرية، وهي من نوع جامبو بوينغ 747 القادمة من بانكوك إلى الكويت، وكان على متنها 98 راكب إضافة إلى أفراد طاقمها البالغ عددهم 15 شخص. بعد نحو 5 ساعات من إقلاعها واستمرت عملية الاختطاف 16 يوم، وقد هبطت الطائرة في مطار مشهد الإيراني، ثم مطار لارينكا في قبرص، ثم مطار هواري بومدين في الجزائر، وقد استشهد كويتيان من ركابها بعد أن قتلهما الإرهابيين، وهما عبد الله الخالدي وخالد أيوب، وألقوا بجثتيهما خارج الطائرة. وبعد مفاوضات عسيرة رفضت خلالها الكويت الخضوع والاستسلام لطالبات الخاطفين بالإفراج عن مجموعة من المسجونين في البلاد، أقلعت الطائرة في 20 أبريل لتصل إلى الكويت، وقد خرجت الكويت كلها لاستقبال ركاب الطائرة، وكان في مقدمتهم سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1999 وفاة الأديب عبد الرزاق البصير عن عمر ناهز 74 عام، والبصير هو أحد أبرز أعلام الوسط الأدبي والثقافي في الكويت، وكانت له بصمات واضحة في نهضة الكويت الفكرية والثقافية. وكلمة البصير ليست اسمه ولكن لقبه، حيث أصيب في بصره من سن 4 وعمل قاضيا مدة 12 سنة، كما عمل أمينا لمكتبة دائرة المطبوعات والنشر عام 1956، وأصدر البصير عدة كتب حملت تجاربه وآراءه، منها تأملات في الأدب والحياة وفي رياض الفكر وشعراء مجهولون ومعروفون في الخليج العربي والحضارة المعاصرة، فضلا عن العديد من المقالات. وقد هيأت له أعماله مكانا مرموقا في مؤسسات الثقافة العربية، فانضم إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 1968. وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا في التقارير وكذلك في الموهبة اللي شاركناها معنا في هذه الحلقة. أشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، بس أحب أذكركم بالإعادة راح تكون الساعة 8:30 الصبح. مع السلامة.